واضح انه لائتلاف الحاكم وخاصه الفصيل الجزء الاساسي منه اي حركه نداء تونس والنهضه عندهم خلافات فيما يتعلق بالتعيينات نتاع الولات والمعتمدين وبعض المسؤوليات الاخرى في الاداره التونسيه. والشيء هذا اللي نتحدث عليه نتاع خلافات نتاع محاصه نتاع اقتسام غنيمه مؤكد وثابت برشا من وسائل الاعلام. مجلس الشورى في بدايه الاسبوع خرج بقى في اخر الاسبوع خرج بيان معناها يلمح فيه للمساله هذه. ولذلك نعتقد انه اللي قام تاع تسويه صفقة واقتسام غنيمة لا أكثر ولا أقل، علما أنه حركة النهضة منذ مدة ساق في الحكم وساق في المعارضة، يحبوا يخضعوها للحزب أو الأحزاب الحاكمة. بن علي كان خضعها الحزب واحد التجمع الدستوري، توا يحبوا يخضعوها لأربع أحزاب أو على الأقل زوج أحزاب ونص. ودونك احنا ما ناش في التمشي هذا ونعتبروه شيء اللي قاعد يوقع يدفع في الثمن نتاعو توانسه. وتدفع فيه الدولة التونسية وتدفع فيه الإدارة. تعرف في القانون المالية التكميلي كان ثم مقترح حشمه على أرواحهم ما تعداش بالتفصيل أنه يمنحوا 240 ألف مليون دينار للولات، يخلوا الولات اللي يتعاركوا عليهم يحب الولي اللي يتعاركوا عليه واحد يحبه من النهضة واحد يحبه من النداء واحد يحبه من الاتحاد الوطني الحر إلى آخره، يحبوا يعطوه فلوس نتاع شنو هذيا؟ صندوق أسود لشراء الناس والأعداد الانتخابات القادمة. احنا ماناش معنيين بالمساومات هذه وبالصفقات هذه، وننبهوا من مخاطرها على المصلحه العامه والمرفق العمومي وعلى المصالح نتاع التوانسه. هو من المفروض على الاقل في الفتره هذه هي الكفاءه هي الاولى، لكن الواضح وهذا كما كان تام في عهد الترويكا المكافاه هي الاولى، المحاصه هي الاولى هم بالنسبه لي. وهاو تشوفوا التغيير نتاع الولاد، يبدو انه التغيير باش يشمل 14 نوالي خطوه اولى وجزء كبير من المعتمدين. الحرب قائمه على الموضوع هذا بحيث المشاورات اللي قاعده هي نتاع ترتيب بيت داخلي لاحزاب الحكم لوضع اليد على الاداره التونسيه وترتيب البيت نتاع الفريق الحكومي اللي هو فريق حكومي متفكك وغير متجانس وتجمع الخيارات القديمه، ولكن عقلية المغانم والمحاصة الحزبية تفرق بيناتهم.